ولاننا مستنيين بقى تزهزه الدنيا كده وتحلو ومستنيين حاجه تفرج عننا في الحكايه اللي جايه او القصه اللي عايزين نتكلم فيها اللي جايه توجع القلب، لانه احنا لما بنتكلم عن ذكريات طفوله اي حد فينا، اي حد مصري فيك يا مصر، هو فيها من ضمن معالمها الرئيسيه جنينه الحيوانات وزياره حديقه الحيوان. كنت لسه بتكلم مع زمايلي قبل هوا انه احنا جنينه الحيوانات من سنتين بس، مش من بعيد صدقوني، كنا بنتكلم الله ازاي اتطورت كده، الله ده في مجتمع مدني بيشارك، وازاي بقت في منتهى الجمال والنظافه، وعملنا تقارير من هناك. لكن الحقيقه انه ازمه الكلام عن حديقه الحيوان ممتده لسنين قبل كده. لما نيجي النهارده بقى ونسال هو اخبار جنينه الحيوانات ايه بعد سنتين كورونا، بعد هدوء نسبي جدا في اعداد الزيارات، بالمناسبه ده مش معناه ان الاماكن تتدهور، ده معناه انها فرص حقيقيه للتطور. جنينه الحيوانات او حديقه الحيوان في الجيزه معلم من معالم مصر السياحيه، هي اقدم حديقه حيوان في افريقيا، سميها زي ما تسميها، لكن الحديث عن حديقة الحيوان واستعادة جمال حديقة الحيوان ده يعني مع احترامنا الشديد لكل القائمين عليها ليس تفضلا من القائمين عليها، لكنه ده واجب حقيقي على أي شخص عايز يرعى الأماكن الأساسية في مصر واللي بتعتبر مقاصد سياحية. يعني مش بس حديقة الحيوان هو مكان مهم أو مقصد ترفيهي مهم، إن هو ليها مكانة حقيقية عندنا. الاختصار كده للموضوع ده إنه حديقة الحيوان تدهورت بشكل كبير، وإنه في محاولات حقيقية لاستعادة رونقها وإعادتها لسابق عهدها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر إيه اللي حصل الفترة الأخيرة. دكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان معنا على التليفون. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة دينا، إزي حضرتك؟ عندي سؤال. اتفضلي. إحنا مش من سنتين كنا بنحتفي وكنا بنكلم حضرتك أعتقد وكتير من المسؤولين وشايفين قد إيه جنينة الحيوانات تطورت وتقدمت بشكل كبير، احكي لنا إيه اللي بينقصها النهاردة؟ وايه التحديات اللي واجهتكم على مدار السنتين اللي فاتوا خلتنا نبقى محتاجين لاعاده تطوير شامل للحديقه؟ طبعا انا بشكر حضرتك يعني على اهتمامك بجزء ده. حديقه الحيوان زي ما حضرتك قلتي ده جزء من تاريخ مصر. وحديقه تراثيه ومن اقدم حدائق العالم. أيوة. تاني حديقه في العالم من حيث الانشاء. ويعني الحديقه تستحق منا الكثير والجهد ان احنا نخليها في مصاف الحدائق الحيوان العالميه. والحديقه الفتره اللي فاتت طبعا يعني شهدت جهد كبير في التطوير، وشهدت جهد كبير في تطوير الاماكن الاثريه بيها وفتحها للجمهور. والحقيقه برضو احنا دبرنا مجموعه من الحيوانات الكثير الفتره اللي فاتت، ويمكن فتره كورونا كانت يعني فترة احنا استفدنا منها في الهدوء اللي حصل في حديقة الحيوان، بحيث ان احنا قدرنا برضو نعمل خطة اكسار حقيقية لجميع الحيوانات اللي موجودة داخل الحديقة، فدي ساعدتنا على زيادة بعض انواع الحيوانات. والحقيقة اتبعنا اسلوب جديد في ان احنا ندبر حيوانات مش موجودة عندنا عن طريق البدل من الزيادة اللي حصلت عندنا دي. احنا بدلنا انا فاكرة الزرافة اللي اسمها ايه كان اللي جبتوها جديدة دي؟ احنا جبنا 2 زرافة جبناهم. جبنا 7 بحر، 4، 2 للإسكندرية و2 للقاهرة أو للجيزة. وجبنا الفترة فاتت نمور بنغالية، جبنا مجموعات كبيرة جدا. الزرافة بس أخبارها إيه؟ قول لي لسه عايشة ولا ماتت؟ لا لا بصحة جيدة طبعا، بصحة جيدة، والناس بتتفرج يعني بتستمتع برؤية الزراف الجديد اللي موجود عندنا، وأيضا 7 البحر والنمور و... طب يعني أسألك سؤال عملي جدا يا دكتور، يعني حديقة الحيوان بخير كله تمام ولا طبعاً احنا طبعاً محتاجين طبعاً تطوير شامل بقى وكبير؟ اصل احنا الكلام عن تطوير وتشكيل لجنة كبيرة جدا كده ومشروع كبير، ده بيقول لنا ان احنا كمان كزائرين لحديقة الحيوان عايزين نسأل التطوير ده ياخد وقت قد ايه؟ مين الاطراف المعنية ومسؤولة عن التطوير؟ لا طبعا الحديقة تحتاج الى تطوير شامل. لأن الحديقة يعني احنا الدولة الحمد لله يعني توجهت الفترة الأخيرة لإعادة حديقة الحيوان إلى عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.
اوكي. فدي الخطوه الهامه اللي احنا لازم يعني تبقى هدف لينا، بحيث ان احنا يبقى يعني لما ترجع عضويه الحديقه للاتحاد الدولي يبقى احنا كده بنتبع المعايير الدوليه في ايواء وتغذيه وتربيه الحيوانات اللي موجوده عندنا. دكتور محمد، هو يعني مساحه حديقه الحيوان هي متهيألي من اكبر حدائق الحيوان في المغلقه، يعني مش المفتوحه في افريقيا، ولا انا دي معلومه قديمه؟ لا لا، دي حقيقه فعلا. حديقه الحيوان مساحتها الحاليه 85 فدان، وفي مشروع طبعا يعني وزاره الزراعه دلوقتي بتدرس كل المشروعات او العروض المقدمه، بحيث ان احنا يبقى في تطوير شامل لحديقه الحيوان وينضم اليها حديقه الاورمان، فهتوصل لاكثر من 100 فدان، فده مساحه كبيره جدا. وان شاء الله يعني في مشروعات مقدمه او مقترحات مقدمه كثيره جدا، وهيتم استعانه بخبرات اجنبيه على اساس ان احنا يبقى ماشيين طبقا لمعايير الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان. انا ان شاء الله الدوله مهتمه جدا باعاده هذا الاثر لقيمته ومكانته التاريخيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي، رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. اذا كان دكتور محمد بيقول لنا الامور تسير على ما يرام، لكن الصور بتقول لنا ان احنا في مكان قديم، قديم بمعنى قديم، مش بمعنى عتيق واثري وجميل، لا، قديم بمعنى بيتهالك او محتاج الايد ترعاه. لكن نتمنى زي ما طول الوقت بنطلب في اي حاجه في بلدنا بتتطور، ان احنا عايزين نشوف تطوير، وعايزين نشوف كمان الحفاظ على الهويه والحفاظ على الطابع الاثري والحفاظ على البساطه والاناقه والجمال بتاعه جنينه الحيوانات وحديقه الاورمان، المنطقه الساحره ببساطتها كما هي. نتمنى. مبسوطة جدا أنه لجنة الإشراف على التطوير تضم في عضويتها رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. عايزين نشوف جمال، مش عايزين نشوف تطوير غير مدروس، أو مش عايزين نشوف تطوير مش كامل أو نقصه حاجة، لا، عايزين نشوفه في كل المجالات. ونتمنى، أعتقد أنه حديقة الحيوان ممكن تبقى النموذج اللي يتقدم كتطوير ينجح في تحقيق الهدف منه، وفي نفس الوقت يخلينا نبقى مطمئنين بالحفاظ على هوية الأماكن اللي دايماً هتلاقينا المصريين يمسكوا فيها قوي. إحنا بنحب نحافظ على هوية الأماكن اللي تخصنا لأنها جزء حقيقي من تاريخنا ومن حاضرنا.